والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. باقات شكر وامتنان نقدمها إلى لمسة الحب والوفاء، إلى نور الفجر المنير ومصباح الحياة، واهج الحب ورمز الحنان، مصدر السعادة والعطاء الذي لا ينبت، صانعة النجاحات وروايات الشرف والكبرياء، ملهمة الأوطان، منجبة الأبطال التي أعطت فلم تبخل وجاهدت فلم تكل، إلى أمي أهدي تفوقي. نقدمها إلى الكريم العطوف، إلى الحنون الرحيم، إلى صاحب الرأي السديد، لك يا أعظم من في الوجود، الذي أعطى وصبر، الذي ربى وكبر، إليك يا من علمتنا حسن التصرف ومعنى الكرامة والكبرياء، وزرعت فينا حب التفوق، لك أبي يا فخري وذخري كل الحب والشكر. قدمها إلى حملة إبراس العلم الذين اقتبسنا منهم شعلة تنير دربنا، وسيبقى عطاؤهم نورا يضيء سبلنا، لكم يا صناع الرجال ويا مهد العلوم والمعرفة، أخط أحرف العرفان وبحبر الوفاء، أكتب كلماتي مسطرة بعبق ما نهلت من فيض روض عونكم وتجيئكم. لكل معلم ومعلمة نهدي وسام تفوقنا. نختتم الشكر فيها بنسيم تحية الإسلام والثناء الجميل للجمعية الخيرية على تنظيمها هذا الحفل البهيج الذي يأتي هذا العام تحت شعار بالجد نبني المجد، ولما له من عظيم الأثر في نفوسنا نحن المتفوقين. نقول: لقد أكرمتمونا وغرستم فينا أملا يحدو بنا ويدفعنا لمواصلة السير على دروب الناجحين المتفوقين المتميزين المجتهدين المثابرين لسنوات حياتنا القادمة. فشكرا جزيلا محفوفا بالتحية، والسلام لكم جميعا.